ارخي اعصابك شوية، ايدك مسدودة، ارخي ايدك لتحت يمين، رايح ايدك يمين تحت عليها بس. ايوه رايح ايدك، ايوه رايح ايدك فاضي، امشي فاضي، انت مش ماشي معاك حاجه، عايز تمد هتمد، عايز تبطا هتبطا، عايز تحوي اي اتجاه، ايدك الشمال بتدي الاشاره بتاعت هير، وبرافو جود بوي شاطر وهير احسن، برافو. بس مكان مع الوايد، مكان واحد جنبي بس مش انا اهو شدني نفسي في صفه كيفك، نو نو مش هير، لا انت معانا نو وامد وابطا واحود ناحيته واحود ناحيتي وفجاه فرمل ستوب ستي او راح السرعه راح السرعه وحرك رجلي في مكانها ستي برافو وابتدي وشي لوشه ستي نو ستي واني للسرعه الايد الثانيه عشان ادي مساحه السرعه وساعه السرعه لا 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 ما يقعدش لا لا نو ستوب انت المدير وواقف ستوب الموظف عندي هيقعد نو ستوب ستوب ستي فهمت قصدي؟ بالراحة بقى بحركة رجلك، خلاص حركة ابتدي حرك رجلك طبيعي. أنا بس حركتها في الأول بينت له إن أنا هحرك وبعد كده بحرك طبيعي ستي مش لازم اللفة كاملة، مش لازم اللفة كاملة. في الأول مش لازم اللفة كاملة. أوكي. تتحرك؟ تتحرك؟ هو أنت هتخلي الطاعة إيه؟ عربي ولا إنجليزي؟ اثنين يا باشا عادي أنا يعني أنا أحفظه كلمة إيه؟ ستي ولا مش عايز حركة؟ ستي ستي اصل هو مش عايز حركه هو عارفها من قبل كده فانا هنضم دي على دي خلاص لا يا باشا تمام عشان ابقى عارف بس انا اوصل ايه انا كمان ما عشان ابقاش انا مختلف عنه عشان ما ابقاش انا اللي مختلف عنه لكن ميدان شويه تلعب حلو خلاص طالما هكذا استغلها ليه ما استغلهاش تمام يعني هو حافظ الكلمه دي طب ما نستغلها ما قلتليش ليه طب ما اقول لي عشان اعرف انا استغلها ما هو انا بقى يعني هو بعمل تمام يلا بينا نو لا لمسه ايدك الشمال للسرعه اسمها نو نو حتى لو خفيفه دي اسمها نو خفيفه برضه وطي صوتك بقى وارجع بطل خطوتك جدا لان المدام مش هتمشي بسرعه عاليه نو انا عايز يمشي معاك على خطوتي برضه الكلب بتاعي بعد ايه ده رجليه اللي ورا شدت متهيألي استنى باشا 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 لا رايح الكلب تعالى الكلب رجليه اللي ورا شدت